احتفلت وزارة العدل بمناسبة الأعياد الوطنية للبلاد وتكريم الموظف المتميز لدى الوزارة والإدارات المتميزة، حث منها لجميع الموظفين على مواصلة العطاء والإنجاز. الوزارة وإدارتها تبذل ما في جهدها لتحقيق التطور في عملها وتكريم المتميزين من أبنائها. ونلاحظ أن على مستوى القضائي أن الكثير من عمل إدارات وزارة العدل يصب في خدمة القضاء ورجاله، وهذا ما لمسناه. يأتي يوم التميز الذي تقيمه وزارة العدل لكوكبة من موظفيها تزامنا مع الاحتفالات الوطنية، تأكيدا على حرص الوزارة على تكريم أبنائها وبناتها في أيام مباركة يحتفل به كل كويتي وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، وهذا تقديرا من الوزارة لموظفيها على جهودهم المتميزة في خدمة الوطن. المكرمون اعتبروا هذا التكريم بمثابة دفعة للأمام في مسيرة العطاء والبذل. هذا يزيد الحافز ويزيد المسؤولية علينا احنا كإدارة ان نتميز سنة عن سنة يعني، ونحافظ على المستوى هذا ونكون اكثر، يعني نحاول نبدع اكثر من كذي. طبعا لا شك ان وزارة العدل من وزارات الدولة التي تتميز بميزان العدالة، وان رجالها هم الحريصون على اقرار العدل في ربوع الوطن. ناصر الهاجري، تلفزيون دولة الكويت.